الكلمة مع الدكتور سامح نجيب، هو دكتور علم اجتماع وعضو في المكتب السياسي لحركة الشرقية السعيدة. طيب أنا هكمل على كلام حسام في كذا نقطة. أولا دي يمكن ثالث مرة نعمل ندوة عن سؤال هل الثورة المصرية انتهت ولا لا؟ كل موجة من الثورة ما توصلش لنهايتها المرجوة بنقعد نتكلم على بيبتدي يطرح فكرة إنه الثورة انتهت. أنا فاكر بعد 11 فبراير على طول المجلس العسكري هو اللي مسك، ناس كتير قوي كانت بتقول العسكر في الحكم خلاص الثورة انتهت، العسكر بتوع مبارك هم اللي ماسكين الحكم انتهت الثورة، بس الجماهير أثبتت بنزولها تاني وتالت ورابع بمئات الآلاف وبالملايين إنه حالة يا إما الإحباط يا إما الاحتفال بحكم المجلس العسكري كانت قصيرة جدا، مسألة شهور قليلة والناس ابتدت تتحرك تاني. طيب نفس الحالة حصلت لما الإخوان مسكوا الحكم، يا نهار أسود عملنا ثورة عشان الحركة اليمينية الرجعية الدينية دي هي اللي تحكم البلد تبقى ثورة إيه؟ وفعلا الإخوان ما كتبوش خبر، عملوا كل حاجة ممكن تتعمل عشان يأكدوا إن هم بيحاولوا يقتلوا الثورة المصرية. نفس البرنامج الاقتصادي الاجتماعي بتاع حسني مبارك، استبداد وتغطية على دور الشرطة والداخلية، تمهيد غير طبيعي للعسكر سواء في الدستور اللي عملوه او في تصرفاتهم اليوميه، وكان في احساس انه خلاص العسكر اتفقوا مع الاخوان على خلق الثوره المصريه، وبما انه الاخوان ليهم ارضيه اجتماعيه واسعه هيقدروا يسيطروا على الثوره، هيقدروا يوقدوا الثوره يوقفوها. بس مره ثانيه الجماهير اثبتت ان ده مش صحيح، نزلت بالمئات الالاف بالملايين ضد حكم مرسي، وعمره كان على فكره حكم مرسي لوحده، كان حكم مرسي مع العصر طول الوقت، نزلوا ضد الحكم ده. ويمكن اكتر دليل على انه الناس وعيها بسرعه اتطور تجاه فهم طبيعه مرسي وحكمه كانت في الحركه العماليه. الشهور اللي سبقت 30 يونيو اللي يثبت انه اللي حصل وانتهى ابتدى عدة شهور قبل 30 يونيو وانتهى ب 30 يونيو كان فعلا موجه ثوريه، هو حجم الحركه العماليه فيها الاضرابات اللي حصلت في الخمس اشهر اللي قبل 30 يونيو اكتر من اللي حصلت في السنه الثوريه اللي قبلها كلها 2012، واللي هي اكتر من العشر سنين اللي قبلها في الموضوع. فاحنا بنتكلم على حركه موجه ثالثه ثوريه ابتدت، بس المره دي كان الوضع مختلف خالص، لان الثوره ما بتجيش من ناحيه واحده، يعني مش الثوار لوحدهم بيتحرك، الثوره المضاده بتتحرك، الوقت بيديها فرصه انها تعيد حساباتها، انها تعيد تقويه نفسها. وهنا ابتدت كذا مشكله تحصل في الموجه الثالثه للثوره. المشكلة الأولى كانت خيانة قيادات محسوبة على الثورة في خلق جبهة الإنقاذ اللي هي كانت تحالف مع الفلو، تحالف علني واضح مع الفلو. والنظرية كانت إن حكم الإخوان أخطر من إني أحط إيدي في إيد الفلو. ودي فكرة، مش إنه أنا بقول هنا إنه الإخوان أحسن من الفلو، لا لا لا، أنا بقول إنه لو هتخلص من الاخوان استخداما للفلول هرجع لك الفلول. هم مش هيتحالفوا معاك بمجرد انهم تشيل الاخوان ونرجع للديمقراطيه تاني بقى ونرجع والفلول هيرجعوا السجن، يعني انت هتطلعهم السجن عشان يشتغلوا معاك يطلعوا الاخوان وبعدين يرجعوا هم السجن بنفسهم. مش صحيح. مش صحيح. مش صحيح. يعني اولا اغلبهم ما راحش السجن، واللي راح فيهم السجن مرسي طلعه. وقيادات الشرطه اللي عملت جرائم مرسي وقيادات الجيش اللي عملت جرائم مرسي ادالها خروج الامن ويعني ادالهم كل اللي كانوا طالبينه منه. بس ليه الجيش قلب على الاخوان؟
الجيش قلب على الاخوان لان الاخوان ما قدروش يكسروا الصف. الجيش ما قلبش على الاخوان لانه في مخطط لحدود مصر، طب تقسيم مصر، ولا انه حماس مش عارف بتعمل ايه فين، ولا انه امريكا وراه، ولا كل الكلام ده كلام زي ما الزميل كان بيقول اعلام مضلل، اعلام تصور المضلل للجمال. مشكلة الدولة العميقة يعني في مصر والأجهزة الأمنية والعسكرية مع الإخوان، لأن هم كانوا متحالفين مع الإخوان، هم اللي كانوا جايبين الإخوان وهم اللي سمحوا للإخوان إنه يوصلوا للسلطة. مشكلتهم جت إنه مرسي بسبب طبيعة الإخوان المسلمين مش بس ما عملش أي حاجة في اتجاه ثوري، ده بالنسبة لناحيتنا، لا كمان ما عرفش يعمل حاجة في اتجاه حقيقي في كسر الحاله الثوريه اللي في ما عرفش لا بالدين ولا بالطائفيه ولا بكل المحاولات بتاعته انه يلم الثوره المصريه. وبقى واضح بالنسبه انه في فرصه دلوقتي، في موجه ثوريه طالعه مركزه على مرسي كرمز للسلطه القائمه، دي فرصه انه نركب الموجه دي، نمشي مع الموجه ديت، نشيل الاخوان ونخلي كراهيه الجماهير كلها تجاه الاخوان، ويرجعوا الفلو ياخدوا المشهد. فاحنا قدام مشهد مركب، عشان كده كل المناقشه دي بتاعت هل 30 يونيو كان جزء من الثوره ولا 3 يوليو كان انقلاب، وليه دي حاله سخونه جامده جدا في النقاش حوالين هل هو انقلاب ولا لا، لانه انا فاهم كويس جدا انه اللي متضايق انه بيتقال عليه انقلاب، متضايق انه شاف ملايين الناس في الشارع، ناس انقلاب ايه اللي فيه ملايين الناس في الشارع، اللي متضايق انها ثوره ومصر انها عليها انقلاب، يقول لك انه الجيش شال رئيس الجمهوريه المنتخب وارتقى ل 10,000 بني وقتل الاف في مذابح واضحه، في مشاهد ما بنشوفهاش غير في الانقلابات العسكريه وثورات المضاده. مشكله ان احنا زي ما زميلي بيقول عمليه الثوره المصريه عمليه طويله، عمليه مركبه طويله ليها مشاهد وليها فصول مختلفه متناقضه جدا مع بعض. احنا في احد اعقد واصعب الفصول، محتاجين نفهم كويس ايه اللي قدامنا عشان نعرف نتحرك صح، عشان نعرف في الموجه الرابعه للثوره المصريه اللي هي قادمه لا محال، نعرف نشتغل بشكل صح عشان النتيجه بتاعت الموجه الرابعه ما تبقاش زي النتائج بتاعت الثلاث موجات السابقه. مش عايزين نعمل ثوره وتنطوي البلد، مش عايزين نعمل ثوره والاخوان المسلمين يحكموا البلد، مش عايزين نعمل ثوره، اكيد مش عايزين نعمل ثوره والسيسي وشويه التراتير اللي معاه يحكموا البلد. عايزين نعمل ثوره تخلق نظام يمثل الثوره المصريه، يمثل قوه الثوره المصريه ويحقق مطالب الثوره المصريه. بصوا على الحكومه الحاليه، بصوا على سياستها، نفس القنوات والناس اللي كانت بتقول بصوا الاخوان عايزين ياخدوا قرض من صندوق النقد الدولي، عايزين يعملوا مش عارف ايه، بيظلموا العمال. قنوات لميس الحديدي كانت بتدافع عن العمال اكثر من القنوات المجنونه من الاعلام الجوازي، دافع عنهم ليه؟ لانهم ضد الاخوان. دلوقتي الناس دي وصلت للحكم، الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي عمليا هو اللي بيحكم مصر دلوقتي، يعني طبعا الواجهه اللي بتحكم مصر، ايه هي سياساتهم؟ نفس السياسات بالظبط، بما فيها على فكره مشروع السكوك، طرحينه دلوقتي مشروع السكوك. ليه؟ لانه مرتبط براس المال الخليجي، اكبر راس مال موجود ومتاح بالنسبه لهم، عايزين يكملوا نفس الموضوع. الكلام عن يعني احنا دلوقتي الثلاث حاجات اللي قامت عشانهم الثوره المصريه، العداله الاجتماعيه، الحريه، والكرامه. العدالة الاجتماعية الزبلاوي امبارح والنهارده واول امبارح عمال يتكلم عن يا جماعة مش هيدفع ضرب حد الأدنى في الأسبوع، ولو عمل حد أدنى الأسبوع هيعمله 750 جنيه أو 800 جنيه، اللي هو مطلب من 2006 كان إنه يبقى 1200 جنيه بعد ثورة في مصر، بيتكلموا على 700 ولا 800 جنيه حد أدنى. مفيش عدالة استبداد، يعني ما شفناش كده ابدا، ما حصلش مذابح
في مصر في العصر الحديث زي اللي حصلت في الشهر اللي فات ده. ما حصلش ابدا المشهد ده يعني للي تابع فيكم او اللي اعرف فيكم عن الانقلاب اللي حصل من 40 سنه في تشيلي، وقرا عن كتابات الصحفيين عن مشاهد المشرحه والجثث المرصوصه جنب بعض، لا يمكن ان ما نشوفش الشبه ما بين الحاجتين. هما قتلوا الناس دي كلها ليه؟ اكيد مش عشان نفضل الفات الوصام، كان ممكن يتعمل. شفنا كم في المكسيك وفي تركيا وفي كل البلدان دي بيفض اعتصامات ما بيموتش حد في اقصى الحاجات دي، واحد مثلا، وبتتفض مئات الالاف من الاعتصامات، اكبر بكتير من اعتصام هيقول لك كان في مسلحين. كل الاعتصامات دي كان فيها مسلحين، المكسيك كان فيها مسلحين، الاتراك المولوتوف، اليونان لا يمكن يتحركوا من غير مولوتوف، يعني ده يمكن مولوتوف تبقى خيانه للاعتصام. بس البوليس بيعرف يفضهم من غير ما يقتلوا، من غير ما يموتوا، من غير ما يعمل المجازر دي. المجازر دي مقصوده، المجازر دي رساله للشعب المصري، ده اللي في انتظاره. هم استخدموا المعركه ضد الاخوان لخلق حاله من الرعب واللخبطه في قلب كل مصر، عشان لما تيجي تعمل اعتصام او اضراب او مظاهره تفكر مليون مره قبل، يبقى عندك الرعب بتاع المشهد ده. ده عشان كده بينوشي عمل كده في تشيلي في 73، وعشان كده السيسي عمل ده في 2013 في مصر. ده السبب، ده المنطق، وده الجانب بقى الايديولوجي اللي في بس. والناس فعلا متاثره، يعني يمكن دي الصعوبه الثانيه اللي موجوده، الناس فعلا اتاثرت بحكم كراهيتها للاخوان من ناحيه، وبحكم اللخبطه حوالين الجيش ودور الجيش وطبيعه الجيش وكل ده، خلق فعلا حاله من اللخبطه عند الناس. وفعلا لاول مره الموجه بتاعت الثوره المنوطه يبقى ليها ظهير شعبي، يبقى ليها ظهير شعبي مش بس. لازم نفهم انه الوعي متناقض، بمعنى انه حتى اللي بيأيد السيسي دلوقتي المنطق انه شلنا الاخوان، يمكن البلد تمشي، يمكن يعمل اصلاحات، يمكن الجيش ده جيش وطني، يمكن السيسي بيفضل قوي، كل اللخبطه دي اللي عند الناس بيبقى في جوانب ثانيه في وعي نفس الشخص دوت، جوانب ليها علاقه بخبرته، بخبره الشخص البني ادم او البني ادم اللي داخل في المخ الافكار دي. الجزء الثاني من الوعي اللي بيجي من الخبره ده بيجي من خبره الاضرابات، خبره الاعتصامات، خبره النضال المشترك، خبره ال 18 يوم، خبره المليونيات اللي شارك فيها، خبره الثوره المصريه. فمش لازم ابدا يجي لنا حاله احباط لما نلاقي انه في موجه من كل الناس مشغله وغير تسلم لهادي، فيبقى خلاص الناس كلها اتجننت ومفيش امل. لا، لانه في جزء تاني من الوعي بيجي من الخبره، وده موجود وده ما بيتنسيش. اللي الناس الثقه اللي اتخلقت في خلال ثلاث سنين من الثوره المصريه ما بتتنسيش، الخبره والثقه ما بتتنسيش، ما بتروحش اذهان. دم الشهداء كمان ما بيتنسيش بالقطار، ما بيروحش، بيفضل في ذهن الناس، وبيبقى في حاله انتظار. ودي مش اول مره، يعني ما اديكم مثال، انا قلت ان اخر 5 اشهر قبل 30 يونيو كانوا اعلى نسب، كان حصل فيها اعلى نسب اضرابات على فكره في التاريخ الحديث في العالم بالمناسبه، يعني حصل، يعني حاجه غير طبيعيه من ناحيه كم الاحتجاجات دلوقتي نزلت جامد جدا. طبعا بعد الانقلاب العسكري دموي، الاضرابات هتقل، بس لغايه امتى؟ دي مش اول مره الاضرابات تقل. في كل موجه ثوريه كانت بتحصل كانت الاضرابات بتطلع للسما وبعدين بتنزل تاني، بتنزل تاني، سواء لانه في احساس انه طب ما يمكن دول هيعملوا حاجه، بتنزل تاني لانه الناس فعلا مخدوعه بمخاطر سينا وحماس وارهاب والكلام ده هو. بس لانه المشكله الاقتصاديه والسياسات هي ولانه في خبره ثوريه هتطلع تاني موجه من الـ الحاله اللي الناس فيها هتتغير.
ما ننساش الناس كانت بتهلل طنطاوي وسامي علام في الشوارع، الناس اللي شاركت في الثوره، مش الناس اللي شاركت في الثوره، هللت لسامي علام. بس لمده شهرين، الموضوع خد شهرين، اول ما بان حقيقه الموقف الحقيقي للجيش ولحكم العسكر من الثوره اتغير الوعي، اتغير بشكل سريع واتغير بشكل منتشر، بمعنى انه بقى الشعار الاساسي هو يسقط حكم العسكر. يعني في لحظه الشعار الجيش والشعب ايد واحده مهيمن، واللي يفتح بقه ضد ده يتضرب، ولينا تجارب في الموضوع ده. لحظه ثانيه يسقط حكم العسكر، واللي يقول غير كده هو اللي يتضرب. اتغير المره دي برضه ده اللي هيحصل. وده مش مساله توقعات، ده مساله ليها علاقه بطبيعه الثورات. طبيعه الثورات حجم التعبئه لما يبقى في الشكل اللي احنا شفناه ما بين 2011 30 يونيو 2013 مش حاجه ينفع انها تتلم وتتحط في قلبها وتتقفل. اصلا مشروع استئصال الاخوان المسلمين جمهوريه مصر العربيه مشروع واحد، ما بالك باستئصال الثوره المصريه من الواقع بدون تغيير اي سياسات. يعني هم عايزين يعملوا فعلا سحر، بقوا ضد الدين وبقوا سحر 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 فعلا. يعني ان هو عايز يعمل عايز يفض الحاله الثوريه تماما، يفض ما يبقاش فيه ولا متظاهر ولا مضرب ولا معتصم في البلد، كله يرجع للشغل، كله يرجع لعجل الانتاج، ولو يقعد يتضغط هيبقى ارهابي وهنحطه في السجن اذا ما تابعوش. مش ده الجو اللي عامل هم بيعملوه؟ عشان ده ينجح لازم يدي كم هائل من الاصلاحات ومن التنازلات الاقتصاديه اللي تسكت الناس. ما انت مش انت عايز تسكتني بالعافيه، بس انا لازم اوكل عيال، انا لازم اشتغل، انا مش لاقي سكن، المنظومه الصحيه ما حصلش فيها حاجه، التعليم زبال، المواصلات والاتصالات كل حاجه زبال، مفيش حاجه اتغيرت. وده بيخلي التوازن اللي في الوعي يتغير تاني. لا السيسي مش حبيبنا، لا الشرطه والشعب مش ايد واحده، لا الشرطه دي مش غير، يعني هي نفس الشرطه بتاعت زمان. ايه المشكلة بقى؟ يعني ليه؟ ايه اللي وصلنا لان احنا يبقى عندنا ثالث موجة ثورية وما نعرفش نكسر العدو، وما نعرفش نخلق بديل ثوري على الأرض؟ المشكلة تتعلق بالتنظيم، تتعلق بان في كل مرة كان بيحصل فيها الموجات دي ما كانش بيبقى فيه التنظيم. وهنا انا ما قصديش التنظيم السياسي، انا قصدي التنظيم الاجتماعي، التنظيم الجماهيري اللي ينفع يبتدي يبقى بديل للنظام القديم اللي احنا لسه عايزين نشيله، اللي احنا ما عرفناش نشيله ولسه عايزين نشيله. الشكل ده ما ينفعش يتحدد مسبقا، الشكل ده هيبقى شكل لجان مصانع على لجان احياء على لجان اشكال ما من الديمقراطيه المباشره اللي تبتدي تنفذ مطالب الثوره المصريه على الارض. بس عشان نعمل ده محتاجين كمان تنظيمات سياسيه ثوريه قادره انها تحط خط الثوره الى الامام. يعني هديكم مثال على صعوبه الموضوع. الاسبوع اللي فات دهوت مد طوارئ شهرين، افرج عن كل مجرمين الشرطه بتوع السويس اللي قتلوا الشهداء. تقريبا يعني اتلم الكلام على موضوع الحد الادنى من الهجوم والى اخره، وضبطيه قضائيه كمان في الجامعات اللي هتدخل طلابها. لو ده كان حصل من سنه ونص كان التحرير اتملى بمئات الالاف. النهارده ما حصلش حاجه. فالضربه جامده. ده ترجمة مباشرة إلى إن الضربة المرة دي جامدة، بس الثورة أجمد، الثورة أقوى وأجمد، وخبرة الثورة أقوى وأجمد، ولازم يبقى عندنا ثقة في الجماهير وثقة في الثقة بتاعت الجماهير. يعني نثق في إنه الناس هتعرف تكسر. بس عشان الناس تعرف تكسر ده لازم يتبني التنظيمات
الثورية لازم يتبني أشكال البدايات ولو بدايات شكل بديل لنظام بديل لنظام فعلا يعبر عن الثورة. تبصوا على خدوها بشكل رمزي كده بفكرة المكان، يعني فكرة المكان، يعني بصوا على التحرير. التحرير 2011، التحرير في ايد الاخوان، التحرير بصورة السيسي، التحرير دلوقتي مقبرة. يعني وهتفهموا خطورة اللي بيحصل النهارده، هو 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 حول التحرير زي الجراج دبابات ومدرعات، مش في المطلق، هو بيشتغل على عقل الجماهير. والجيش بيعمل ده بشكل مباشر بقى، ده غير بقى الشؤون المعنوية وغير الـ ون تي في والدريم ومش عارف. هو عايز يقول للناس ده ما بقاش مكانها، ما نقدرش نروح نقف ضد قانون الطوارئ في التحرير، الحاجة الطبيعية اللي كلنا كنا هنعملها، الحاجة البديهية، المكان البديهي بتاعنا، الرمز الأساسي للثورة بقى جراج دبابات، واللي هيروحوا هيتقتل. ده واضح، يعني ده في جيوش، يعني اللي هيروحوا بمنطق رافع الرايه ولا رافع بتاع عايز يتظاهر في التحرير، او تخيلوا بقى يعتصم في التحرير، اللي هي كانت حاجه طبيعيه اللي بتحصل طول الوقت، اللي هي جزء اللي كانت اصبحت جزء اساسي من حياه كل الناس اللي شاركت في الثوره دي. هيتلاعبوا مع الناس، هيتراجعوا عن مطالب الثوره، هننزل التحرير وهنجبرهم، واجبرناهم مره ورا الثانيه ورا الثالثه، وعشان كده هم محتاجين بالشكل ده. بس احترامهم تحرير بشكل ده على قد ما هو مقبض، ولا على قد ما هو كئيب، على قد ما هو علامة ضعف، على قد ما هو علامة خوف. هم خايفين، أكتر حاجة هم خايفين منها هي عودة الثورة المصرية. أنا هم مش خايفين من الإخوان. الإخوان تم إطاحة بيهم. أولاً غباء استثنائي من قيادة الإخوان المسلمين. ثانيا القوة اللي بتقول عليها في المعارضة وتعمل كم التنازلات ده نظام الصادر خلاص بتفقد أي قدرة على الاستمرار. ثالثا درجة من التناقضات اللي بتشيل الإخوان حتى بعد ما تشيلهم، مش عارفين حتى يواجهوا الهجمة بشكل موحد وواضح ولو هدف باين، وغالبا في النهاية هيقعدوا مع قيادات الشرطة، هيقعدوا مع حد من الجيش سواء بوسطاء بقى من الناس اللي احترمها قوي اللي هي حمدين صباحي وغيره اللي ممكن يلعبوا الدور ده، وهيعملوا ده. مش ده اللي الجيش خايف منه، مش ده اللي الجيش خايف منه على الاطلاق. اللي الجيش خايف منه، لو الجيش كان خايف من الاخوان ما كانش جرؤوا على انه يفض وجودهم في الشارع بالشكل ده. الجيش خايف من التحرير. الجيش خايف من التحرير، عشان كده هم حتى نفسهم بطلوا يعملوا مظاهرات، المظاهرات التأييد الكبيرة بتاعة السيسي وقفت، لأنها خطيرة. ما أنت لو هتبتدي التراث ده تاني غيرك هيستخدمه، ولو غيرك استخدمه هتعرف إزاي إنك ترجع الموضوع في العالم. فتقديري انه طبعا الثوره المصريه ما انتهتش، في موجه رابعه جايه، ما اعتقدش ان احنا نستنى كتير في انتظار الموجه دي، بس في نفس الوقت لازم نبقى فاتحين عينينا الى دي اقوى ضربه تنالها الثوره واخطر، وهيحاولوا يصفوا كل القوى الثوريه، هيحاولوا يعملوا محاوله جاده لتصفية العناصر، سواء العناصر والتهمة باينة، خلايا نايمة اخوان، عايزين يقسموا البلد، الاتهامات اللي الراجل ده اتهم بيها، عايزين يخرجوا مش عارف ايه، عايزين يستخدموا، انت ممكن تلقي التهمة دي على أي عامل مدرك، عايز يخرب البلد، ده خلايا نايمة من الاخوان، ده شغال مع مش عارف ايه، ده مخبي سلاح جوه المصنع، ده إرهابي. فهم عايزين يحاولوا. في تقديري ان المحاولة دي هتفشل، مش بس انه في تقديري انها هتفشل، احنا لازم نفشل المحاولة دي، احنا لازم نعمل نهار ليل عشان المحاولة دي تفشل، وعشان الموجة الرابعة نتعلم من الموجات الثلاثة اللي قبليها في ان احنا في ان المرة دي الثورة تنتصر، ولا يبقى عندنا اخوان في الحكم، ولا يبقى عندنا عسكر في الحكم، ولا نرجع نشوف
وشوش الفلول دول تاني. وفعلا يحصل محاكمات ثورية لكل اللي قتل ثوار في مصر، من اول حسني مبارك اللي طالع بيعمل صفحات دلوقتي في الصحافة، شيء ما حدش كان يتخيله، من حسني مبارك لطنطاوي للمجلس العسكري القديم لمرسي وقيادة الإخوان المسلمين للقيادات الحاليين للعسكر وعلى رأسهم السيسي. ولازم يفهموا إن الثوار مش هيخافوا، مش هتلعبونا بانه هنحاكمكم وهنحاكمونا، واحنا مش احسن من الشهداء، ومش هينفع ان احنا نخاف. لو احنا خفنا وتراجعنا، لو الناس لو بنقول احنا مش كلمه مش كده، بنتكلم على كل اللي شاركوا في ثوره 25، لو القوه الاساسيه هي المنظمه وغير المنظمه، المستقله وغير المستقله، المسميه نفسها يسار ولا المسميه يسار، ايا كان، كل الناس دي اللي شاركت في الثوره لو سمعت الكلام، الرساله اللي بنرسلها للشعب المصري بقى كله وللطبقه العامله بالذات رساله مرعبه جدا. ده لو الناس دي اللي كانت بتنزل وتستشهد في مستوى عموده في التحليل ولا اخره خافت، يبقى احنا نعمل اضراب ازاي؟ ازاي احنا نواجه القوه دي؟ عشان كده دور الثوريين دلوقتي مهم جدا، وعشان كده دور التنظيمات الثوريه مهم جدا، وعشان كده محتاجين نوحد نفسنا ايا كان انتماءاتنا التنظيميه الضيقه. مش مهم دلوقتي فعلا، مش مهم، لازم نجمع قوانا عشان نواجه الثوره المضاده دي، وعشان نحضر للموجه الثوريه الرابعه. شكرا.